مساء الخير مشاهدينا، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وأسبوع جديد من مساء الخير. كل سنة وقداسة البابا طيب، ومن جيل إلى جيل يديم كهنوته ورئاسته لكرسي مريم مرقص. كل سنة وقداسة البابا طيب كان احتفال عظيم نقلته لحضراتكم قناة ميسات على الهواء مباشرة، وحقيقي كان احتفال يليق بمكانة قداسة البابا ومكانة الكنيسة المصرية ومكانة دولة بقدر مصر. كان احتفال فيه العديد من المسؤولين، العديد من الشخصيات العامة، العديد من المهنئين والمرحبين والفرحانين ان هم يقولوا لقداسة البابا كل سنة وقداستك طيب، كل سنة وقداستك طيب. قداسة البابا 10 سنين زي ما قلت في كلمتك كانوا فيهم عمل الله الكبير على الكنيسة وعلى البلد. بدأت فيهم مع بداية تأسيس الجمهورية الجديدة، وكان اختيار في توقيت يمكن كانت البلد محتاجة فيه لحكمة وإدارة في وقت كان صعب جدا على مصر وعلى الكنيسة بشكل خاص جدا. يمكن كانت أكتر فترة شفنا فيها حرق كنايس قدام عينينا، أكتر فترة شفنا فيها أزمات على مستوى الكنيسة وعلى مستوى الوطن، ولكن حكمة قداستك عبرت بالكنيسة خلال 10 سنوات إلى الجمهورية الجديدة بكل خير وسلام. وبالتالي كل سنة وقداستك طيب، كل سنة وقداستك على قدر المسؤولية وعلى قدر الرعاية وعلى قدر الأبوة اللي احنا بنشوفهم من قداستك طوال 10 سنين اللي فاتوا. كمان يمكن شهر نوفمبر هو شهر مميز جدا، لأن قداسة البابا كمان اتوجه للسيد الرئيس اللي النهاردة عيد ميلاده وقال له كل سنة وسيادة الرئيس طيب، وقال له إن شاء الله كل السنين تكون فيها بألف خير. هو الشهر تقريبا شهر العظماء، نفس الشهر وقداسة البابا، نيابة الأنبا أرمية، السيد الرئيس، شهر يمكن بتلتقي فيه الشخصيات المهمة اللي بتقيم فيها على خدمة الوطن طوال الوقت. كل سنة وحضراتكم كلكم طيبين، كل سنة وانتوا دايما بتدوا البلد وبتدوا الكنيسة، ودايما دايما دايما مخلين اسم مصر والكنيسة عالي فوق. احتفالية هنتكلم عنها النهاردة كتير جدا، كلمات قداسة البابا كان فيها كتير من الحاجات، واللي يمكن أشار إلى قانون دور العبادة الموحد، واللي قال إن لولا مجلس الوزراء وبعض ومجلس النواب وكل المؤسسات ما كان أن يرى النور في هذا التوقيت. خليني ننتقل مع حضراتكم ونشوف كلام عن الاحتفال اللي كان بقداسة البابا مرور 10 سنوات على تجليسه على كرسي مريم مرقص. ترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا للإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم احتفال من جيل إلى جيل، والذي أقيمت بمسرح الأنبا رويس بالمرقسية بالعباسية، وشهدت احتفالية حضور مكثف من أثقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر والمهجر، إلى جانب حضور موسع من الشخصيات المهمة وكبار رجال الدولة. وذلك الاحتفال بذكرى مرور 10 سنوات على تجليس قداسة البابا تودروس الثاني على سدة كرسي مريم مرقس. ومضت الاحتفاليات تقديم الكورالات العديدة من الأغاني الوطنية والترانيم الدينية وعروض الكشافة، وتزينت الكاتدرائية المرقسية العباسية. عايز أقول لكم كانت الشكل الكاتدرائية واحنا داخلين فعلا في احتفال مبهج يعني استعدادا لهذه المناسبة. وخلال الاحتفال وجه قداسة البابا كلمة شكر إلى كل المصريين، وتفاعل كامل مع مؤسسات الدولة سواء الحكومية المصرية أو مجلس النواب والشيوخ والأزهر الشريف وكل الكنائس الموجودة على أرض مصر. كما هنأ قداسة البابا الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: ننتهز الفرصة اليوم ونهنئه بعيد ميلاده، ربنا يديله الصحة والعمر الطويل. نسمع من قداسة البابا كلمته في الاحتفال ونرجع نكمل مع حضرتك. أولا أنا بشكركم، وإحنا سعداء النهاردة في تاريخ الكنيسة بنحتفل بمرور 10 سنوات على تولي مسؤولية الكنيسة القبطية. هذه السنوات العشر فيها عمل الله الكبير، ونشكر الله إن ابتدت مع بدايات تأسيس الجمهورية الجديدة بانتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بننتهز الفرصة النهاردة وبنهنيه بعيد ميلاده، ربنا يديله الصحة والعمر الطويل. وفي الكنيسة التي تعمل وتخدم المجتمع كله في علاقات طيبة ما بين الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وبين كل أجهزة الدولة، الجميع يعمل في تناغم وفي محبة وفي وئام، ونشكر الله على العلاقات الطيبة وعلى كل الإنجازات التي تتم على أرض مصر. طبعا باعتبارنا في مقر الكنيسة بنتذكر في سبتمبر 2016 إصدار قانون بناء الكنائس، وده كان حلم بعيد المنال
ولكن نشكر الله أنه تحقق على يد السيد الرئيس وعلى يد مجلس الوزراء ومجلس النواب، وبقى في قانون ينظم ويقنن عمل الكنيسة. الكنيسة أحد مكونات المجتمع المصري، والكنيسة أقدم كيان شعبي مصري على أرض مصر. الكنيسة عمرها أكثر من 2000 سنة، والكنيسة بتمشي بنظام متسلسل، وزي ما سمعنا وزي ما كلنا نعرف تأسست على يد القديس ماري مرقس الرسول، أحد تلاميذ المسيح. قديس ماري مرقس استشهد على أرض مدينة الأسكندرية بعد ما أسس كرسي نسميه في التاريخ المسيحي الكرسي الرسولي. العالم كله فيه 5 كراسي رسولية، لكن الكرسي الوحيد من هؤلاء الخمسة في أفريقيا هو كرسي مدينة الأسكندرية. عشان كده البابا بنطلق عليه بابا الأسكندرية، رغم أن معظم الوقت بيبقى موجود في القاهرة عاصمة البلاد. نشكر الله على كل الإنجازات، ونشكر الله على تواجد الكنيسة وتفاعلها الكامل مع كل مؤسسات الدولة، مع الحكومة المصرية والسادة الوزراء، مع البرلمان المصري وبرلمان مجلس الشيوخ، أيضاً مع مؤسسة الإسلامية الرسمية الأزهر الشريف، وأيضاً مع كل الكنائس المسيحية الموجودة على أرض مصر. بالإضافة إلى أن الكنيسة بالكنائس الموجودة في كل دول العالم تخدم أيضاً مصر، وكل المصريين الأقباط الموجودين في الخارج من خلال كنائسهم بيخدموا مصر بلدنا الحبيب. بنشكر الله الذي أتى بنا إلى هذه الساعة، وبنصلي أن ربنا يحفظ بلدنا دايما في سلام، ويحفظها بعيدة عن كل قوى الشر، ويعطي رفعة وتقدم وازدهار. والمشروعات التي تتم على أرض مصر، من حظنا السعيد أن احنا نرى هذه المشروعات الكبيرة والضخمة، ونرى مصرنا بلدنا إزاي بتتقدم، وإزاي بيبقى اسمها عالي في وسط كل الأمم. وآخر مشهد شفناه في مؤتمر المناخ اللي انعقد في شرم الشيخ، وإزاي إن مصر كانت محط أنظار العالم على مدى 2 أسبوع، وإزاي عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء الوزارات والمسؤولين في دول العالم كله، أكثر من 190 دولة، يشاركوا وييجوا ويحضروا ويتمتعوا بمصر، بتاريخها، بحاضرها، بجوها، بجمال بلادها وشواطئها زي شرم الشيخ. نشكر الله على النعم الكثيرة، ونشكركم جميعاً السادة الصحفيين والسادة الإعلاميين الحضور معنا. كل سنة وأنتم طيبين. المحبة للوطن وللكنيسة واضحة جدا في كلمة قداسة البابا، واللي قال إن الكنيسة أحد مكونات المجتمع المصري وأقدم كيان شعبي على أرض مصر. كنائسنا الموجودة في كل دول العالم تخدم مصر أيضا. نصلي ربنا يحفظ بلدنا في سلام، ويعطي رفعة وتقدم وازدهار. وإحنا كمان يا سيدنا بنرفع قلوبنا معاك. من حظنا السعيد أن نرى المشروعات التي تتم على أرض مصر الآن. مصر كانت محط أنظار العالم على مدار 2 أسبوع في مؤتمر المناخ، وهذه كانت بعض الرسائل من قداسة البابا، واللي أشار فيها إلى الإنجازات اللي بتتم على أرض الوطن، واللي الكنيسة تشعر بها جيدا، بل بالعكس بتساعد فيها أيضا. خلينا نكمل مع حضراتكم من جيل إلى جيل، وده كان خلال الاحتفالية بمرور 10 سنوات على تجليس قداسة البابا اليوم، واللي كان في حفل من جيل إلى جيل، وتم عرض الفيلم التسجيلي اللي هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي. عبر الأجيال كانت الكنيسة هي المنارة التي تنير لكل إنسان. على هذا الرسم ثارت طيلة 20 قرناً لم تتوقف فيها عن القيام بواجبها، فتحدت الظلمة بنور المسيح الساكن فيها. الراعي الذي يبذل نفسه عن الخراف ويعطينا رعاة حسب قلبه
ليرعوا إخوتهم بالمعرفة والفهم من جيل إلى جيل. في خمسينيات القرن العشرين شهد العالم تغيرات كثيرة من عدة نواحٍ، وكان لمصر نصيب كبير من هذه التغيرات، والكنيسة بالتحديد كانت طويلة من التحديات الدينية والثقافية التي أثرت بشكل مباشر عليها وعلى إيمان بعض أبنائها. وسط هذه التحديات وغيرها، وبالتحديد في 19 من أبريل عام 1959، أعلن نيافة الأنبا أثناسيوس مطران بن سويف والبهنسة والقائم مقام البطريركي وقتها اسم الراهب القمص مينا البراموسي ليكون البابا 16 بعد 100 في تعداد باباوات الكرسي المرقسي باسم البابا كيرلس السادس، الراهب الذي أتى من توحده وطاحونته رأساً إلى الكرسي البابوي ليكون رئيس أكبر وأقدم كنيسة في الشرق الأوسط. ومما تلا هذا اليوم نستطيع أن نرى كيف بدأ الله به نهضة غير مسبوقة في الكنيسة، كان التحدي الأكبر فيها روحياً. أول ما قام به البابا القديس عند وصوله إلى مقر الدار البطريركية بالكنيسة المرقسية في الأزبكية استعداداً لصيامته وتنصيبه بطرياركاً كان رفع بخور العشية، مشهد بسيط حمل إشارة للنهج الذي اتبعه لما يقارب 12 سنة بدأت في 10 يونيو من العام 59، وجعلته يستحق لقبه الشعبي رجل الصلاة. كان يرى أن جوهر عمل الكنيسة هو الصلاة والعمل الروحي، فعمل بالوصية الكتابية صلوا بلا انقطاع، فأقام القداس الإلهي بشكل يومي، وهو أمر لم يكن معتاداً قبلها خاصة من قبل البطريرك. ومن اهتمامه بالصلاة والقداس اشتعلت في الكنيسة نهضة كبرى استعادت لها قوتها ومصدر حياة شعبها من على المذبح المقدس، لتتسم السنوات 12 مدة حبرية القديس باستعادة الكنيسة لمسارها وجذب أبنائها مرة أخرى إلى الصلوات الكنسية التي حفظت الإيمان القويم في أحلك الظروف، كنز الرب الغني المليء بالجدد والعتقاء. من جيل إلى جيل وتاريخ بابوات مصر إلى الوصول إلى البابا تودروس الثاني، وكل سنة وقدستك طيب يا سيدنا. كمان صاحب النيافة الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يتقدم بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد ميلاده. يتقدم الأنبا أرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وأسرتها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاد سيادته، طالبين له كل خير وصحة وسلام في قيادة بلدنا العزيزة مصر. كل سنة وحضرتك وسيادتك طيب يا رئيس. بما أن تكلمنا عن الرئيس يبقى هننتقل لنشاطه اللي ما بتوقفش، واللي استقبل السيد الرئيس اليوم الدكتور لاسو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وذلك بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وسفير أندراس كوفاكسي سفير جمهورية المجر بالقاهرة. أكد الرئيس على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وما يجمعهم من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين. نطلع نشوف جزء من هذا اللقاء ونرجع نكمل مع حضرتك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وذلك بحضور المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسفير أندريس كوفاكس سفير جمهورية المجر بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة رئيس الجمعية الوطنية المجرية إلى مصر،
معربا سيادته عن تقدير مصر لعمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وما يجمعهما من روابط تعاون وقواسم وقيم مشتركة انعكست على علاقات صداقة متميزة وممتدة بين البلدين. من جانبه أعرب رئيس الجمعية الوطنية المجرية عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والمجري ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة في جميع المجالات، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة التداعيات الدولية مختلفة الأبعاد للأزمة الروسية الأوكرانية. لنعرف أكثر عن أهمية هذا اللقاء وخاصة في حضور رئيس مجلس النواب المصري يكون معنا على الهاتف سيادة السفير رقاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير ليكي والسادة المشاهدين. برحب بحضرتك. بداية، كيف ترى لقاء السيد الرئيس اليوم ورئيس الجمعية الوطنية المجرية في حضور رئيس مجلس النواب المصري؟ يعني هو طبعا حضور رئيس مجلس النواب المصري باعتبار ان ده يعني رئيس البرلمان المجري، وبالتالي في زيارة يعني لتبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية بين البلدين وإيه المجالات اللي ممكن يتم التعاون فيها، إذا كان هناك في بعض القوانين التي ممكن الاستفادة منها سواء في مصر أو في المجر، والعلاقات الدولية مع البرلمان الدولي. لقاءه مع السيد الرئيس ده بيتناول طبعا إلى جانب الكلام عن الناحية البرلمانية، هناك الحرب الأوكرانية وتأثيرها السلبي للغاية على كل الدول ومنها المجر بالذات، والمجر لها موقف يعني مؤيد تماما يمكن للموقف الروسي وضد العقوبات المفروضة على روسيا، وإن يلاحظ أن الموقف العربي العام يعني موقف محايد، يعني كما استنكر الاعتداء على دولة ذات سيادة استنكر أيضا العقوبات خارج إطار الأمم المتحدة، فبيتم التشاور في هذه النقطة بالذات وكيفية التعاون في التغلب عليها في مجال الطاقة، لأن المجر بيعتمد بدرجة كبيرة جدا على الطاقة من روسيا، وفي حصل في الأيام الأخيرة أن تم إطلاق صواريخ على الأنابيب اللي بتوصل الغاز للمجر، وده أدى إلى نقص شديد عنده، فبالتالي بتبحث الدول اليوم عن مجالات أخرى للتعاون. الرئيس البرلمان المجري أشار إلى يعني أهمية التعاون في عدة مجالات. أيوة. العلاقات المصرية المجرية علاقات متنوعة في المجال الاقتصادي وفي التعاون التكنولوجي والتعاون في بعض الصناعات خاصة المتعلقة بالزراعة أو القطارات النقل بالذات في مجال النقل، وإحنا كان مشهور عندنا نقول القطر المجري، فبالتالي هنا في مجالات عديدة فعلا للتعاون بين البلدين. كان في زيارة سابقة يعني من فترة لرئيس المجر وأسرته كمان كانوا في مصر، لأنه كمان أسرته زارت المركز الثقافي القبطي أنا فاكرة. ده كان بيبقى تجهيز للزيارة بتاعت النهاردة ولا دي كانت حاجة منفصلة؟ لا يعني هو ده السلطة التنفيذية وده السلطة التشريعية، لكن هو في البلاد دي ما زال فيها يعني التكامل في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية، ده بيقوموا كلهم بمهام يعني تخدم أغراض العلاقات مع الدولة الأخرى، فزيارة سواء رئيس الدولة سواء زيارة خاصة أو زيارة رسمية أو زيارة الآن رئيس البرلمان، فده كله يعني بيكون في خدمة العلاقات بين البلدين وبحث بعض النقاط كيفية يعني توسيع هذه النقاط إذا كانت تحتاج إلى زيادة التبادل التجاري، إذا كان في إمكانية لأن مصر تصدر طاقة إلى المجر، إذا كان في إمكانية أن المجر تدخل في مشروعات الطاقة النظيفة اللي هو
الطاقة الخضراء أو الهيدروجين الأخضر. ده النهاردة في يعني تم توقيع عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات أثناء مؤتمر شرم الشيخ للتغيرات المناخية في هذا المجال. فالمجر أيضا ربما تريد أن تدخل في هذا المجال، ولكن يعني رئيس البرلمان بيتكلم بصفة عامة لأني بيترك هذا الموضوع فيما بعد إذا كان في تفاهمات بيجي وفد بيتم التنفيذ مع التنفيذيين بقى بالضبط مع شركات أو السلطة التنفيذية. بشكر حضرتك سيادة السفير رقاء أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. زي ما تعودنا على السيد الرئيس يمكن يوم الجمعة ما بيبقاش فيه أجازة، لكن وجه بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية في عملية التطوير لمرافق وطرق كباري العاصمة، وإضافة البعد الثقافي والمعرفي لتلك الأنشطة خاصة أنشطة المكتبات. وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. يمكن دايما اتعودنا الفترة اللي فاتت على فكرة ان يبقى تحت الكباري بقى المحلات او الكافيهات او ايا كان الحاجات اللي بتؤجر علشان الناس تستفيد منها وفي نفس الوقت تعمل دخل للبلد، لكن فكرة بقى ان نلاقي في الاماكن دي بعد كده مكتبات، وطلب كمان يكون في بعض الإشارات المرور، بعض الإرشادات المرورية الواضحة، فكرة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة دي، أنا شايفة ده شيء يعني فعلا مرهق للسيد الرئيس إنه في يركز في كل التفاصيل دي. يعني معنى كده إنه محتاجين ناس تركز معاه أكتر، يعني لأن دي تفاصيل حقيقية مرعبة. يعني خلينا نطلع نشوف السيد الرئيس ولقائه مع اللواء أمير سيد أحمد ونرجع نكمل مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمشروعات الإنشائية والمعمارية إلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة. وقد تم في هذا الإطار استعراض عملية تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وذلك في إطار المخطط القومي الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية، خاصة ما يتعلق بربط الطريق الدائري الأوسطي مع المحاور الرئيسية المختلفة لا سيما طريق الأوتوستراد، فضلا عن رفع كفاءة الطرق وزيادة المحاور المرورية بمنطقة هضبة المقطم وربط الهضبة بمحور ياسر الرزق، وذلك في إطار مخطط التحديث الشامل الجاري في منطقة المقطم. كما تابع السيد الرئيس في ذات السياق مستجدات تطوير قطاع الخدمات لعدد من المناطق في القاهرة، لا سيما إنشاء الأسواق المركزية الحديثة في عدة مناطق، وكذلك عملية التنسيق الحضري والحدائق المحيطة بموقع القلعة، وتطوير مدخل العاصمة في الشرق بمنطقة شارع حسين كامل، حيث سيشمل هذا التطوير توفير العديد من الخدمات والمناطق التجارية إلى جانب إقامة حدائق وكباري للمشاة، وكذلك رفع كفاءة وجهات العمارات والمباني المطلة على الشارع على نحو يليق ويتكامل مع التحديث والتطوير الشامل للقاهرة الكبرى. كما تم استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الحي الدبلوماسي، فضلاً عن الأحياء السكنية المختلفة بالعاصمة ومناطق الخدمات المخصصة لها. وقد وجه السيد الرئيس بعدم الاكتفاء بإقامة الأنشطة التجارية والخدمية في عملية التطوير الجارية لمرافق وطرق وكباري العاصمة، وإضافة البعد الثقافي والمعرفي لتلك الأنشطة خاصة إنشاء المكتبات. يعني لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وتقريبا كوب 27 كانت هي المعركة الأهم واللي قادتها مصر بكل قوة وبكل نجاح. في حشود احتشدت لشهور الفترة الأخيرة اللي فاتت فقط لمعاداة مصر، لمحاولة إفشال كوب 27 اللي هيقام داخل مصر، لأنه بيعكس حاجات كتير. بيعكس قد إيه أنت مستقر أمنيا، أنت قادر على التنظيم، بيعكس قد إيه فكرة أن أنت دولة يعني عبرت صعوبات كتيرة وقادرة أنها تنفذ حاجة أو مؤتمر بقدرة أن يكون جواها أكتر يعني ما يقرب من 200 دولة.
كل ده بتنظيم مهم جدا بأمن وأمان، فكرة أن يكون عندك تواجد صحي، أن يكون عندك تواجد أمني، كل ده بيقول أن أنت تخطيت مراحل كتير جدا وأنت بتعبر مرحلة النجاح اللي تحاولت تتعرقل الفترة اللي فاتت لمجرد بس أن كوب 27 يفشل في مصر. خلينا نكمل مع حضراتكم. اليوم كان الأخير لكوب 27 اللي كان في شرم الشيخ، واللي لفت نظر العالم كله لهذه المنطقة الهامة واللي كانت جديرة بهذا التقدير والاحترام من الجميع، حتى اللي أشاروا لبعض السلبيات. لو في أي مرحلة من مراحل القمة اتعملت بدون سلبيات أكيد ده يعني مش هيكون مستحيل في كل الأيام دي، لأنها تقريبا أطول مؤتمر على مستوى العالم وأكبر تجمع على مستوى العالم بيتم. فبالتالي نجحت مصر وبقوة وبجدارة. قال المفوضون في قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ أنهم توصلوا إلى اتفاق محتمل بشأن القضية الشائكة لمحادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، وإنشاء صندوق لتعويض الدول الفقيرة التي تعاني من سوء الأحوال الجوية والذي تفاقم بسبب تلوث الكربون في الدول من الدول الغنية. وقال لما أفادت به واشنطن بوست، دعا السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس القمة كل الأطراف لإظهار ما يكفي من الإدارة والارتقاء إلى مستوى الحديث التوصل إلى توافق، وقال أن الأغلبية العظمى من الدول تعتبر اقتراح الرئاسة المصري بشأن البيان الختامي لمؤتمر المناخ متوازنا. نطلع نشوف جزء من الكلمة ونرجع نكمل مع حضراتكم. والعالم الآن يراقبنا والوقت ليس في صالحنا، وعلينا إبداء المرونة اللازمة من أجل إرضاء كافة الأطراف ومعظم الأطراف، والوصول إلى الأساس الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى المواقف التي نرغب الوصول إليها. الآن مرة أخرى تعود المسألة الآن إلى مختلف الأطراف للوصول إلى إجماع وإظهار المرونة اللازمة لمعالجة ومخاطبة التحديات التي الخاصة بتغير المناخ الذي يؤثر على الملايين الذين يعانون، كما رأينا من دمار، من فيضانات وحرائق وفقدان الحياة والحيوانات أيضا. هناك حلول كثيرة، ولكن علينا أن نقدم الأسس التي يمكن البناء عليها، وأتمنى أن نصل إلى هذا. والآن خلينا استقبل مع حضراتكم دكتورة نهى سمير، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتورة. مساء النور. مساء النور. برحب بحضرتك، وخلينا نعرف من حضرتك كده رأيك في كوب 27 بشكل مجمل، إلى أن وصلنا لنهاية أو الختام اليوم. تمام. هو مؤتمر أعتقد هو ناجح جدا بدرجة كبيرة، وكان ناجح في التنظيم وفي الفعاليات وفي الحضور وفي نسبة الإقبال على حضور المؤتمر وفي الوعي للناس اللي حضر المؤتمر، ومرونة أكثر من الدول الأوروبية أو الدول المتقدمة لتعويض الدول النامية. ومتهيألي هو أحسن قرار كان التوصل إلى الاتفاق حول إنشاء صندوق خاص للخسائر والأضرار، يوجه أمواله لأكثر الدول ضعفا إزاء التغير المناخي، ودي أهم حاجة توصل لها المؤتمر لإنقاذ العالم كله في قضية التغير المناخي. خليني أسأل حضرتك، الاقتراح اللي قدمته مصر بإنشاء صندوق مساعد الدول المتأثرة بالتغيير المناخي وأهميته ومدى إمكانية أنه يتعمل، يعني هو طبعا هو اقتراح مهم جدا، واقتراح مثالي هو ده اللي هي يعني كومبرومايز نتيجة طبيعية، يبقى نتيجة يعني فعالة أكثر من توصيات كلها أعتقد. ده هو ده آلية التنفيذ، يعني كيفية ان انا اعوض الدول النامية على الخسائر والاضرار، وان يكون في صندوق يشترك فيه الدول الاوروبية. ده هو آلية التنفيذ الخاصة بتوفير المنح للمشروعات المختلفة الخاصة بالتغير المناخي، واعتقد ان ده مهم جدا، وان شاء الله يكون النتيجة يعني ان شاء الله الفترة القادمة دي.
هل في يعني هل الضمانه المره دي ان يكون في تنفيذ عن مثلا كوب 26؟ حضرتك شايفه ايه الضمانه؟ فكره كمان ان احنا يعني يكون في مد يوم، ايه اهميه اليوم اللي اتمد النهارده؟ المد يوم اصرار القياده السياسيه، وفي اراده سياسيه من مصر وقياده سياسيه مصره جدا وقياده المؤتمر ورئاسه المؤتمر ان يكون في اليات تنفيذ ويكون في ضمانه للتنفيذ، وعشان كده احنا مدينا يوم للمؤتمر او يومين وذلك الوصول الى هذا القرار يعني. وده كان اقتراح من مصر للوصول الى قرار يعني اليه للتنفيذ للقرارات المختلفه، مجرد تعهدات زي اللي حصل في كوب 26، تعهدات ومعاهدات فقط، لا ده في اليه وفي صندوق اتفتح وفي تأموال هتضخ في هذا الصندوق وفي يعني دلائل ومؤشرات مين اللي ياخد الاموال دي حسب الدول الاكثر تضررا، يعني في اليات تنفيذ موجوده على ارض الواقع. بشكر حضرتك دكتوره نهى سمير عميد كليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه جامعه عين شمس. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم، لسه معانا مجموعه كبيره من الاخبار. برحب بحضراتكم ومستمرين في أخبارنا، ويمكن الخبر القادم هو خبر بيسعدني جدا. تقريبا أي شيء بيقدمه الشباب المصري، لأن الشباب المصري النهاردة هم القادة الوقت القادم لمصر، فبالتالي نجاحهم بيكون نجاح للقادم وللمستقبل إن شاء الله. حرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش على التقاط صور تذكارية جماعية للشباب المتطوع والمنظم لفعاليات قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك تزامنا مع ختام المؤتمر، كما منحت سكرتارية الأمم المتحدة الشباب المشارك في تنظيم قمة المناخ كوب 27 شهادات تقدير تكريم لهم على دورهم في الفاعل في نجاح المؤتمر في نسخته الحالية بشرم الشيخ، ولا تعد من أكثر المؤتمرات نجاحا بفضل جهود الشباب المتطوع. وعرب جوتيريتش عن سعادته البالغة بنجاح العملية التنظيمية التي قام بها الشباب المصري المتطوع، وصفا إياها بأنها من أفضل المؤتمرات كان فيها المتطوعين دور كبير داخل منظمة منطقة الفعاليات وفي مناطق العمل اللوجستيك المطارات والفنادق. عايز أقول لكم المشارك في تنظيم كوب 27 هم شباب البرنامج الرئاسي، واللي مش أول مرة ينظموا مؤتمرات كبيرة وبأعداد كبيرة فيها دول كتيرة، لأنهم عملوا قبل كده مؤتمرات الشباب على مستوى مصر وعلى مستوى شباب العالم، فبالتالي بقى عندنا خبرة كبيرة، عندنا شباب قادر ينظم مؤتمر برئاسة الأمم المتحدة ويكون ويطلع يتقال عليه من رئيس الأمم المتحدة إن ده أفضل تنظيم تم وأفضل شباب متطوع على جميع المستويات. فإحنا فخورين بشباب مصر اللي قدر بمجرد تدريب، بمجرد متابعة، بمجرد تطوير مهارات إن يوصل إنه يتقال عليه إن ده أفضل تنظيم وأفضل مشاركة لشباب في تنظيم مؤتمر مهم زي كوب 27. غدا أنظار العالم تتوجه لقطر، وده هيكون بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم 2022 والتي تحتضنها 8 ملاعب في قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل، وينطلق حفل الافتتاح الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة. وتشهد نهائيات كأس العالم في قطر 2022 مشاركة 32 منتخب تم تقسيمهم 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم، ويخوض منتخب قطر المستضيف للبطولة مع نظيره الإكوادوري في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، والمقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب البيت. طبعا كان يسعدني وكان أكيد هيكون بالنسبة لي أكثر ما حدث كروي إن يكون في مشاركة لمنتخب مصر، لكن للأسف طبعا ده مش حاصل. خلينا نعرف أكثر عن البطولة. فازت وديان على بلجيكا 2-0، ده مصر منتخب 2-1، وده شيء يعني هي حاجة نقول إيجابية حصلت، لكن حقيقي كان نفسي يبقى منتخب مصر مشارك في كأس العالم، لأن كأس العالم يعني احتفال كروي بيكون العالم كله متوجه لهذه البطولة لمدة شهر كامل، وكل بلد بتبقى بتعبر عن نفسها بطريقتها بثقافتها بتظهر في هذه الاحتفالية، لكن يعني إن شاء الله القادم يكون أفضل. خلينا نعرف أكتر عن البطولة من خلال أستاذ شريف كمال الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. الأخبار؟ برحب بحضرتك أستاذ شريف. اهلا بيك، مبسوط جدا ان انا معاكم. حضرتك بتنورنا. خليني اعرف من حضرتك اكتر عن استعدادات قطر لاستضافه الكاس العالم غدا، وايه اهم الحاجات اللي احنا ممكن نقولها للناس النهارده؟
هو في البدايه طبعا يعني الناس مش مستنيه او الناس المتابعين لكره القدم بشكل جيد هم لوحدهم مترقبين ومنتظرين بشغف كبير جدا البطوله دي، بطوله بتقام كل 4 سنوات وبيكون فيها تقريبا افضل 32 منتخب في العالم، منافسات قويه جدا بتبدا من الادوار الاولى، يعني عاده بتكون البطولات بتكون فيها المنافسه بتشتد في الادوار الاقصائيه او في النوك اوت او في الاواخر، انما دي بطوله بيكون فيها المباريات اللي على صفيح ساخن من البدايه. يعني بالنسبه لاستعداد قطر فالحقيقه يعني قطر يمكن مش ابهرت بس العرب، ابهرت كمان البعثات الاوروبيه والبعثات الاجنبيه اللي تواجدت في قطر من ايام استعدادا لخوض غمار المنافسات، يعني سواء جماهير او لاعبين. شفنا لعيبه كتير جدا من منتخبات اوروبيه داخلين فنادقهم وداخلين ملاعبهم بيصوروا المكان اللي هم فيه من كتر هم منبهرين ومبسوطين بالاجواء اللي هيعيشوها وبالاستضافه والاستعدادات الجيده لقطر. رئيس الفيفا كمان كان ليه تصريح عظيم اليوم، وهو بيقول للعالم الغربي انتم متحيزون ومتنمرون وان قطر عامله افضل شغل لاستقبال. حضرتك شايف التصريح ده ازاي في ظل ما يحدث من بعض دول، يعني اعتراضا على منع الكحول مثلا، بعض التجمعات اللي مش مرغوب فيها تبقى موجوده في قطر؟ الحقيقه هو تصريح في وقته جدا وفي اوانه، وكان متزن ومظبوط جدا من انفانتينو ان هو يدافع عن قطر او يدافع عن يدافع عن اتحاد من الاتحادات اللي هو بيرعاها، خاصه ان الانتقادات جت لقطر من جهات كثيره جدا ولاسباب كلها يعني اسباب كلها هاويه. كمان كل الانتقادات او الاعتراضات اللي جت لقطر ما فيهاش اعتراض رسمي، يعني كل الناس اللي اتكلمت عن قطر ما فيش فيهم مسؤول رسمي، وده فهو يدل على ان الكلام كله كده يعني كلام في الهواء، مفيش جهه رسميه قادره تنتقد او تهاجم القوانين اللي حطتها قطر او اللوائح اللي حطتها قطر لاستضافه كاس العالم. انت جاي ضيف عندي يبقى تلتزم بقوانيني وتلتزم بلوائحي لحد شهر او الفتره اللي هتقعدها او هيقعدها منتخب بلدك ثم تغادر. يعني ده كمان بجانب ان الموضوع ما هواش ازمه او ما هواش حاجه خطيره، يعني بالعكس ده بيقضي على فكره التشجيع السلبي، يعني كمان فكره طبعا ان الكحول ممكن يوصلنا لبعض المخالفات لبعض التجاوزات حاجات كتير. يعني في اكثر من دوله مشاركه في كاس العالم لوائح بلدها بتنص على ما تنص عليه قطر، فاذا كانوا هم هيعاقبوا قطر فهيعاقبوا باقي الدول كمان المشاركه في كاس العالم. يعني لا مفيش اي حاجه هتحصل، ما تفتكرش خلاص هو بكره الافتتاح؟ لا طبعا مفيش لا طبعاً اي فرصه لتغيير، مفيش اي فرصه لعقاب، مفيش اي فرصه لالغاء او يعني ادراج. بالظبط مش كده يا فندم؟ ده حقيقي طبعا. طيب طبعاً. هل فعلا 220 مليار دولار تم تصرفها لتجهيز ملاعب وفنادق وطرق وغيره لهذه البطوله؟ هو حتى الان لم نصدر اي تصريح رسمي طبعا، ولا هيتم تصريح رسمي ابدا يعني. بالظبط، فكل الارقام اللي بتتقال دي عباره عن ارقام خبراء بيقيسوا الملعب ده او البنيه التحتيه دي تكلف قد ايه، فيجمعوا ده على ده على ده على ده وبناء عليه صدر هذا الرقم، انما رسميا لم نصدر هذا الرقم، وبصراحه يعني لا نستطيع ان احنا نجزم دي يعني. ولكن الاستعدادات اللي حصلت وتجهيز البنيه التحتيه وبناء مخيمات للمشجعين، مخيمات الحقيقه على اعلى مستوى، بناء فنادق لبعثات المنتخبات، وكمان استقطاب باقره والسماح للمشجعين ان هم يكونوا في بعض الدول القريبه، وده هيعمل رواج للمنطقه مش لقطر بس، لان مساحه قطر مش هتسمح بانها تسع كل المشجعين اللي بيكونوا حابين يبقوا موجودين مع فريقهم يعني منتخب. بالظبط، فكل التجهيزات دي الحقيقه بتقول ان هو رقم كبير جدا، مش هنقدر نقول ان هو 220 مليار زي ما ذكر، بس هو رقم كبير جدا جدا، يمكن اكبر مما صرف في اي تنظيم كاس عالم قبل كده. يعني توقعاتك للتنظيم، هل سنستمتع ونشوف يعني؟ جدا جدا، انا متحفز جدا، وانا متفائله زي ما حضرتك متفائل يعني جدا جدا الحقيقه. مين هيكون البطل؟ خلينا نعملها بدري جدا يعني قبل ما نشوف اي حاجه، والله من خلال القياس بالمستوى بتاع المنتخبات الموجود دلوقتي. هي كل المؤشرات بتقول ان منتخب الارجنتين يعتبر اقرب المنتخبات اللي هي ممكن تكون حاصده اللقب يعني، ولكن زي ما قال ديبالا لاعب منتخب الارجنتين نفسه ان دايما المفاجآت بتفسد التوقعات، فدي بطوله ملهاش اي مقاييس او معايير، في منتخب كبير او اكثر من منتخب كبير بتوقع ان هم بيحصل مفاجآت في الاخر، ده حقيقي وده اللي انا بحبه طبعاً. انا بحب كسر التوقع وخاصه في الحاجات الكبيره اللي زي كده، ده بيدي نشاط اكتر يعني. طبعا ده حقيقي، كاس العالم روسيا 2018 ما كانش حد يتوقع ان منتخب الكرواتي يصل للفاينل او يصل للمباراه النهائيه وفعلها يعني.
انا زعلانه ان مصر مش موجوده، وخليني اقول لك ان عندي فرحه ناقصه، والبعض يقول لك طب ما احنا احسن ما بنتاهل وبعدين ما بنطلع من الدور الثمانيه مثلا. فحضرتك هو الوصول والطلوع اكيد افضل، الوصول والطلوع اكيد اكيد افضل يعني. لا طبعا لا، يا نكمل يا بلاش. انا عايز اقول لك لا يعني اعصابنا اتحرقت في اخر مره طبعا طبعا، ودمنا يعني الواحد بيزعل، بيحس انه حتى حماسه تجاه البطوله بيقل. لكن المره دي احنا لا ناقه لنا ولا جمل، لكن هنشجع اللي يستحق التشجيع اكيد اكيد طبعا اكيد. بشكرك جدا استاذ شريف كمال الناقد الرياضي. هنكمل مع حضراتكم عن يمكن حاجه انتشرت الايام اللي فاتت ومزعجه جدا. ليه؟ لانها تخص اطفالنا، فكره خطوره تخص اطفالنا، فبالتالي مش هنغفل عنها ابدا. وهي انتشار الايام الاخيره خلال الايام الاخيره في المدارس تناول اطفال ما بين 11 ل 18 سنه ما يسمى بمشروبات الطاقه دون معرفه باضرارها ومخاطرها، علما بان المشروبات مكتوب عليها انها ممنوعه تحت سن 18 سنه، لكن الاطفال بتشتريها والبائع ما بيقفش ويقول لا طبعا. واصدرت وزاره التربيه والتعليم مؤخرا تعليمات عاجله لكافه المديريات بعدم بعد ملاحظة العديد من المدارس بتناول طلابها هذا المشروب داخل المدرسة، بمراجعة كافة المنافذ المسؤولة عن بيع منتجات المشروبات والحلوى للطلاب بمختلف المدارس، منع بيع المنتجات مجهولة المصدر والتي يتم تمثل خطر على صحة الطلبة. خليني أقول لكم مش منتجات الطاقة بس، أنا شفت حاجات غريبة بألوان غريبة بدون أي تفاصيل عليها بتطرح للأولاد في المدارس. وخليني أقول يمكن مشروبات الطاقة دي يمكن من المشروبات الغالية اللي ممكن نعرف نرصد شويه ونعرف نقول فيه، لكن في بعض الاماكن في المدارس اللي في اماكن شعبيه بعض المنتجات اللي ملهاش اي هويه ورخيصه جدا وبتتعمل تحت بير السلم وحرام بتتباع لاولادنا، فهذه منطقه محتاجين فعلا نقف قدامها. معانا دكتوره هلا عسكر استشاري تغذيه علاجيه، برحب بحضرتك يا دكتوره. اهلا وسهلا استاذه الفت. اهلا وسهلا، برحب بحضرتك معانا. قولي لنا يا دكتوره يعني ايه مشروبات الطاقه وليه خطر على الولاد وايه مدى فكره انتشارها اكتر الايام دي؟ زي ما حضرتك ذكرتي في اول المقدمه انه مشروبات الطاقه موجوده وبتتباع وباسعار غاليه، وهي على فكره موجوده من زمان، من فتره يعني من فتره زمان يعني تعتبر، واطفال كتير بيستخدموها كبار وصغيرين مش بس الاطفال. هي الكبار عادي انت حر يعني انت ككبير حر، لكن فكره الاطفال دي هي بس اللي فيها مشكله، ان في بعض الولاد اتعرضوا لسكته دماغيه ومشاكل صحيه كبيره. هقول لحضرتك بالنسبه للكبار والصغيرين هي مضره، وهذكر لحضرتك بالظبط يعني ايه مشاكلها للاطفال وايه مشاكلها للكبار. المشاكل بالنسبه اولا مشروبات الطاقه دي عباره عن ايه؟ عباره عن نسبه كبيره جدا من الكافيين تتعدى المسموح به يوميا ان احنا بنشربه في الشاي والقهوه والنسكافيه، اضعاف اضعاف بالارقام، زائد ان هي فيها محفزات بتضاف ليها زي الجينسينج وحاجات اخرى مواد اخرى بتعلي التحفيز الطاقي ده. التحفيز الطاقي ده تحفيز صناعي، يعني ايه؟ انا بجبر الجهاز العصبي ان هو يتنبه يحصل له تنشيط عالي في وقت قصير جدا، فبالتالي ده بيؤدي الى بصي بقى عندي مشاكل كثيره جدا فهرس كده. بالنسبه للكبار والصغيرين، اولا مشروبات الطاقه دي اول ما بتنزل على الجهاز الهضمي بتعمل نسبه الكافيين العاليه، بتؤدي الى خلل في هرمونات الجهاز الهضمي وبتزيد من حموضه المعده، وممكن تؤدي الى تقرحات مع الاستمراريه في شربها، تقرحات في المعده والمريء. نسبه السكر العاليه اللي هي احنا بنقول عليها مضره للكبار والصغيرين اكتر السكريات الصناعيه، السكريات الصناعيه دي لها تاثير على الجهاز العصبي لوحدها حتى كمجرد سكر صناعي، ولها تأثير على الخصوبة فيما بعد، الخصوبة اللي هي مرحلة البلوغ والإنجاب لها تأثير على المدى البعيد، والسكريات العالية الصناعية دي لها برضو تأثير على الجهاز العظمي. بالنسبة ده كله قصة، تعالي نشوف بقى الدورة الدموية بيعمل إيه في القلب. أولا بيؤدي إلى تقلصات قوية في عضلة القلب، وبالتالي التقلصات دي ممكن تعمل اجهاد للعضله وارتفاع ضغط الدم العالي الفجأه، فده بيؤدي الى طبعا خلل في عمل الدوره الدمويه. ولو حد كبير بقى عنده مشكله في الضغط ده هتبقى بالنسبه له يعني مشكله كبيره جدا جدا، ممكن فعلا تؤدي للوفاه. دكتور فيها تعود؟
اتفضلي. فيها تعود يعني فكره ان الولد طبعا مش... انا لسه هقول لحضرتك، هي اولا بتؤدي الى غير بقى كل الكلام ده، كمان هنيجي على الجهاز العظمي، بتؤثر على الاسنان، على الاثر على تؤدي الى هشاشه العظام، لان بتحصل في المينرال بتاعت الجسم خلل، فبيؤدي الى ترقق العظم بالطريقه الدقيقه يعني. غير بقى الصداع والارق والسلوك العدواني والتوتر، الكافيين، النسبه العاليه من الكافيين بتؤدي الى الادمان، كافيين في كافيين يخش في دايره، السكريات العاليه بتؤدي الى الادمان، ممكن يؤدي الى يعني يجيله مشكله مثلا في تعامله مع الاكل الطبيعي، حساسيه تجاه اكل معين. انت عارفه حضرتك كل ده في الاخر لو الموضوع تمادى. انا بشوف الاطفال وبشوف الشباب، يعني انا بتقابل مع بنات وشباب ياخدوا مشروبات الطاقه، لا 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 انا مش هيحصل لي حاجه، لا على فكره هيحصل، هيجي وقت وهيحصل، الجسم هيشتكي ويقول ستوب. انت بتستنفذ طاقتك من بدري يعني. يعني هو كده بيخلص بدري. كمان في حاجه تانية كمان، انه استمراريه شرب الكلام ده بيأثر على الكبد، بيحصل تليف في الكبد لو استمرنا عليه. دكتور طب انا كأم جيت لحضرتك وقلت لك ان ده ابني او بنتي اتعود وبياخد المشروبات الطاقه دي، حضرتك هتنصحيني بايه البدائل ممكن نلحق بيها ده؟ حلو قوي، انا بحب جدا العلاج، بحب جدا الحل. ما انا مش حابه بقى ندخل في انا مشكله كمشكله مش هماني، انا هممني دلوقتي ان انا ندخل للحل مع خبير زي حضرتك. ايوه بصي، اول حاجه بعملها الاطفال دلوقتي يعني او الشباب يعني عندهم درايه كامله، يعني ممكن تقعديه قدام منك وتبتدي تقولي له والله المشاكل بتاعتها، الارق وصعوبه النوم وانك انت مش هتعرف تتحصل المذاكره. بس يا دكتوره بتديني طاقه ببقى عارف اركز. حلو جميل جدا. طب احنا ممكن ندي بقى بدائل ثانيه للولد يعني. اولا لازم نعرفه، يعني انا بحب دايما اكون صريحه، بعرف اللي قدام مني ايه الاعراض بتاع المشاكل اللي ممكن تحصل لو احنا استمرنا فيها، لازم اعرفه بيها واعرفه كويس قوي انه ابعدها مشاكل في القلب ومشاكل في السكر وتليف في الكبد. طيب نيجي بقى ايه الحل؟ انا ما عنديش مانع ان هو يشرب شاي، ما عنديش مانع ان هو يشرب نسكافيه، يعني ما عنديش مانع ان هو لو حد كبير شويه يشرب قهوه. بس برضه حتى القهوه والنسكافيه انا دايما بقول كده للكبار والصغيرين، يا جماعه ما يزيدش، ما يزيدش. نعم ايوه اتفضلي. ما يزيدش يعني توتال القهوه والنسكافيه اللي احنا بنشربه عموما ككبار وصغيرين، يعني خلينا في الكبار، الكبار لا يزيد عن 3 كوبايات نسكافيه او شاي او قهوه، طبعا فنجان قهوه او كوبايه شاي او كوبايه نسكافيه. بالنسبه للاطفال هي مره واحده نسكافيه او شاي، انا ما عنديش مشكله خالص، دي منبهات طبيعيه ممكن اديها. بنزيد من عصبيتنا، بنزيد من حدتنا، بنزيد طبعاً من استنتاج طاقتنا بفكره الكافيين الكتير طول اليوم دي. عايزه اقول لك تحسي شويه خمول اشرب قهوه، تحسي شويه تعب اجري على القهوه، فاحنا بنستنفذ طاقتنا كده. السلوك العدواني والتوتر. وهقول لك على حاجه، يعني معظم حتى الناس اللي هم بيشربوا قهوه، يعني احنا خلاص اتكلمنا على مشروبات الطاقه، بس انا هقول لك حاجه صغيره. الناس اللي بتشرب قهوه بالليل تقول لك انا بشرب قهوه مش بيحصل لي حاجه، لا على فكره انا عملت دراسه على الموضوع ده، النوم ما بيبقاش بالكواليتي اللي الجسم بيستفيد منه، النوم هيبقى متقطع، النوم هيبقى مش نوم عميق اللي هو الجسم يستفيد منه، ان هرموناتي بالليل هرمونات الهضم وهرمونات الشبع هرمونات الجوع، منظومه الهرمونات دي بتختل، فهيحصل مشكله، هيحصل مشكله. عمليه التنبه الزياده عن اللزوم دي هتخليك ممكن تنام، لكن مش هتنام بالكواليتي النوم الطبيعي اللي ربنا قال عليه ان احنا ننام نوم 6 ساعات او 7 ساعات او 8 ساعات بالليل. بشكرك دكتوره هاله عسكر استشاري تغذيه علاجيه، بشكر حضرتك جدا. خليني اقول لحضراتكم الكلام اللي احنا بنقوله ده مش كلام استهلاكي، ده كلام فعلا في مصلحتك. فكره ان انا في بعض الناس ومنهم كنت بفكر زي ما الدكتوره بتقول انا بشرب القهوه ما بقدريش حاجه وبروح انام بنام، بس فعلا ما بيبقاش بنفس النوم العميق المفروض نكون فيه. خلينا مع تصريح هام جدا هننتقل لوزاره التربيه والتعليم، وهي من الوزارات الهامه واللي بحس ان هي طول الوقت طبعا هي مهمه لكل البيوت، لان ما فيش بيت ما عندوش ابن ما عندوش اخ مش متاثر بهذه القرارات. نظام موحد لأسئلة امتحانات الصفوف الثانوية العامة الثلاثة الدراسية الحالية، يعني هيكون الامتحان في 2023. حسمت وزارة التربية والتعليم قرارها النهائي بخصوص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالإضافة لامتحان الصف الثالث الثانوي، وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. خليني أقول لحضراتكم باختصار الحكاية، يعني هيكون 85% أسئلة اختيارية و15% أسئلة مقالية، ده على مستوى الصف الأول والثاني الثانوي،
ونفس الكلام هيكون على مستوى الصف الثالث الثانوي، لكن هيكون الصف الثالث ورقي مش كمبيوتر. الأولى ثانوي وثانية ثانوي هيكون الامتحان كمبيوتر، وهيكون 85% اختياري و 15% أسئلة مقالية، وده هام جدا. الثانوية العامة هيكون نفس الكلام، 85% اختياري و 15% أسئلة مقالية، وهيكون فقط الامتحان ورقي لثالثة ثانوي. كل اللي برجوه وأيا ما يكون النظام، يعني إحنا مش هنكون عندنا خبرة ولا هيكون عندنا معرفة وزارة التربية والتعليم، واللي أمرت أيضا بتدريب بعض الموجهين اللي هيضعوا هذه الأسئلة وبعض المصطلحات التدريبية المفروض تكون منضبط عشان ما يحصلش لخبطة ما بين المدرب أو الطالب أو أيا من يكون هيحط الامتحانات بتاع الثانوية العامة. كل اللي أنا برجوه أن يكون في نظام واضح، مش آجي وقت الامتحانات وبلغ أن الامتحان هيكون ورقي، لا الامتحان هيبقى كمبيوتر، لا مكان الامتحان هيكون مقالي، لا 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 هنلغي المقالي هيبقى كله اختياري، لا لا هنلغي، لا. فكره الثبات زي ما قال الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم دلوقتي ان خلاص الامتحان ده الاصل وضعت، احنا لسه بدري جدا، ده حتى الترم الاول لسه بدري عليه، فلو ده ثابت نكمل عليه تمام جدا. فكره ان انا بعرف من الاول، فكره ان يبقى عندي نماذج تنزل بقى للولاد يبتدوا يشوفوا ويبتدوا يحلوا، بس طبعا ده هيبقى محتاج وقت اكتر من اللي احنا فيه دلوقتي، ده الكلام ده بدري عليه، ده كلام واضح جدا. فكره الوضوح، فكره الاستقرار، دي بتدي امان للطالب للمدرس للاسره، فبالتالي مش هتعمل لغط، مش هتعمل المشاكل اللي بتبقى طول الوقت ما بين الاسره وما بين وزاره التربيه والتعليم. فكره الاستقرار في الراي دي هامه جدا سياده الوزير. فارجوك، انا مبسوطه بفكره المدربين، انت هتدرب الموجهين فبالتالي هيدربوا المدرسين، فبالتالي هنوصل للطلبه بتعليم منضبط، او كمان حضرتك قلت بالظبط لبعض المصطلحات المهمه انها تبقى ثابته، فده هام جدا. لكن يهمني جدا زي ما قلنا هيكون في 85% منها اختياري، 15% خلاص مقالي، اولى وثانيه ثانوي هيكونوا بالكمبيوتر، ثالثه ثانوي هتكون ورقيه فقط، وده شيء انا احترمت فيه يبقى من بدري جدا كده في العام الدراسي. ما حبيتش الخبر يعدي الا ما بناكد على المعلومه، لان ده مهم. كنت بزعل جدا، هجينا السنه اللي فاتت انا فاكره كويس على اخر السنه تم تغيير نظام الامتحان، فده شيء مرعب. يعني اللي عنده طالب ثانويه عامه هيدرك مدى خطوره ده، ان انا من بكره لبعض انت بتلخبط الولد، الولد اصلا بيبقى مستقبله قدامه والدنيا واهله مستنيين يفرحوا بيه، فانت بالتالي بتعمل ربكه في البيت والولد والحياه. إقبال كبير على الاستفادة بتيسيرات سيارات المصريين بالخارج، فكرة عظيمة، فكرة طبعا يستحقوها الناس دي، عايز أقول لكم شايلين البلد. فكرة الدخل من تحويلات المصريين بالخارج أساسي في توفير عملة صعبة داخل مصر. عد موقع مجلس الوزراء فيديو مبادرة تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج، وأكد دكتور محمد معيط وزير المالية أن المبادرة شهدت إقبال كبير منذ انطلاقها، حيث تم خلال 48 ساعة فقط تسجيل 10,000 حساب إلكتروني بالمنصة الرقمية للمبادرة الوطنية بالهواتف الذكية، موجها بالاستمرار في تسهيل إجراءات الاستفادة من التيسيرات. نطلع نشوف فيديو المبادرة ولنشر على صفحة مجلس الوزراء، ونرجع نعرف أكتر من خلال ضيفنا على التليفون. تعرف إيه عن استيراد سيارات المصريين بالخارج؟ رئيس الوزراء أصدر قرار بالقواعد المنفذة لقانون 161 لسنة 22. القانون ده منح المصريين اللي عندهم إقامة قانونية سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم، بشرط تحويل قيمة الضرائب والرسوم من الخارج بالدولار، والفلوس دي بيتم استردادها بالجنيه المصري بعد 5 سنوات بنفس سعر الصرف المعلن وقتها. طيب هل في شروط تانية؟ علشان تستورد عربيتك من الخارج لازم تعرف الشروط دي. لو المصري هو المالك الأول للسيارة بتكون مش مقيدة بسنة صنع، أما لو ما كانش مالك أول فيشترط تكون سنة الصنع 2019 في أحدث. لازم يكون المستفيد بلغ 16 سنة فأكثر وقت التقديم. كمان لازم المستفيد يوضح كل التجهيزات والإعدادات الاستثنائية للسيارة، بس خلي بالك في حظر لاستيراد السيارات غير المسموح بتسييرها في مصر، زي سيارات بعجلة القيادة على الجانب الأيمن، وسيارات فيها تجهيزات وإعدادات محظورة، والسيارات المخالفة للوائح وزارة الداخلية وجهاز تنظيم الاتصالات. طيب إيه هي الخطوات؟ أول حاجة فتح حساب إلكتروني على المنصة المعدة لذلك، ودي هتكون تطبيق على الموبايل اسمه سيارات المصريين بالخارج. إدخال البيانات الشخصية، رفع المستندات على المنصة، وهي صورة ملونة من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر مصري أو شهادة ميلاد مصرية، مستند إقامة قانونية سارية أو جواز سفر أجنبي ساري،
كشف حساب بنكي مثبت فيه تاريخ فتح الحساب، قيد زواج أو شهادة ميلاد لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد الأسرة. إزاي أسجل السيارة؟ بعد كده بتيجي مرحلة التسجيل الأولى للسيارة، واللي فيها بنسجل البيانات الأساسية للسيارة، وهي نوع السيارة، جديدة ولا مستعملة، تاريخ أول ترخيص، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، دولة ميناء الشحن، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية، وموقف السيارة من الاتفاقيات التجارية الدولية. خلي بالك لازم يكون شحن السيارة مباشرة من أحد مواني دولة إقامتك أو أي دولة يكون ليها في تجارتها مع مصر نفس المعاملة الجمركية لدولة إقامتك. طيب إزاي أعرف المبلغ المستحق؟ بمجرد تسجيل البيانات بتقوم المنصة بتحديد المبلغ المستحق، واللي بيشمل 100% من إجمالي الضرائب والرسوم المطلوبة للإفراج عن السيارة. تحديد المبلغ بيكون وفقاً لجداول فيها 25 ماركة و125 موديل لمختلف أنواع سيارات الركوب، وطبعاً مش مسموح باستيراد سيارات نقل أو حافلات نقل جماعي. وبالنسبة للسيارات اللي مش موجودة في الجداول على المنصة، فبيتم تقدير المبلغ المستحق حسب حالة السيارة بعد تقديم استعلام على المنصة، وبيتم الرد عليه خلال 3 أيام عمل. إزاي أقدر أحول المبلغ المطلوب؟ المبلغ بتحوله على حساب وزارة المالية في البنك الأهلي المصري قبل 14 مارس 2023، بس لازم تراعي الشروط دي. لازم تحويل المبلغ المستحق من حسابك البنكي في دولة الإقامة. يستثنى المقيمين في الدول التي لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية. كمان بيشترط أنه يكون للحساب البنكي رصيد سابق على تاريخ التحويل بثلاث شهور على الأقل، ويسمح بتغطية المبلغ المستحق، وأن الحساب لم يتلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر، وتقديم كشف حساب بنكي عن الست شهور السابقة على تاريخ التحويل أو شهادة بنكية بنفس البيانات. ولازم تتأكد من تحويل المبلغ كامل من غير خصم أي مصروفات أو عمولات تحويل. طيب هل متاح الاستيراد من المناطق الحرة؟ الاستيراد من المناطق الحرة متاح بس بشروط، وهي سداد كامل ثمن السيارة بتحويله من الخارج بالعملة الأجنبية، يحول المبلغ على حساب البائع في أحد البنوك المصرية، وتقديم شهادة تثبت التحويل. إمتى ممكن تتلغي الاستفادة؟ الاستفادة بتتلغي في حالة تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة وتعامل كجريمة تهريب. ثبوت تدبير المبلغ النقدي المستحق من مصدر داخل مصر. حاجة أخيرة كمان، مفيش حظر بيع على السيارة المستوردة، ومتاح التعامل عليها بكافة الصور القانونية، ومن حق المصريين مزدوج الجنسية الاستفادة من أحكام القانون. للمزيد يمكنكم الاطلاع على شروط الاستفادة بأحكام القانون عبر الرابط التالي. معنا على الهاتف أستاذ حسن أبو خزيم الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. مساء الخير أستاذ حسن. خير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. برحب بحضرتك معنا. بداية، كيف ترى الإقبال من المصريين في الخارج على المبادرة شراء السيارات المصريين بالخارج، والتوقيت كمان يا أستاذ حسن؟ نعم، يعني هي فكرة ذكية من الدولة المصرية والحكومة المصرية. احنا عارفين الدولة يعني بتقف مع المصريين الموجودين في الخارج وبتقدم لهم كل التيسيرات والتسهيلات، ومن ضمن هذه هو ده يعني قانون استيراد السيارة للاستعمال الشخصي من الخارج، اللي هو بدأ طبعا في بداية من 15 نوفمبر الجاري والمدة 4 شهور حتى 14 مارس. ولكن منذ يعني الإعلان عن هذا القرار ويعني ونشره طبعا في الجريدة الرسمية خلال 48 ساعة الماضية، يعني شفنا هناك إقبال كبير من المصريين الموجودين في الخارج للتسجيل طبعا على أو فتح حساب على يعني على المنصة الرقمية لاستيراد مثل هذه السيارات من الخارج. وصل حتى الآن إلى حوالي 10,000 طبعا يعني حساب تم فتحهم على المنصة الرقمية. طبعا التوقيت ده مهم جدا خلال هذه الفترة، على أساس طبعا يعني الدولة المصرية حريصة أن هي بتقدم كل هذه التيسيرات للمصريين الموجودين في الخارج. طبعا استيراد السيارة بيكون للاستعمال الشخصي وليس السيارات للنقل وما ذلك ولا الشركات. يمكن واحد بيسمعنا دلوقتي بيقول لك والله هل يجوز لي ان انا يعني اشتري سيارة للنقل او الشركة الخاصة بي؟ اقول له لا، ما ينفعش قرار مجلس الوزراء يعني نصا يكون طبعا للاستعمال الشخصي. طبعا واحد دلوقتي بيسمعنا موجود في احدى دول الخليج وعاوز يستورد السيارة من احدى الدول الاوروبية، اقول له حضرتك تستطيع
يعني يعني بتشتري هذه السيارة من إحدى الدول الأوروبية، ولكن عملية الشحن الخاصة بيك تكون من دولة الإقامة اللي حضرتك موجود فيها، إحدى دول الخليج اللي حضرتك موجود فيها. حضرتك دلوقتي موجود طبعا في الخارج ولديك أولاد أو زوجة في يعني موجودين على أرض الدولة المصرية، هل أستطيع أن أنا يعني أستورد سيارة لأولاد الموجودين على أرض الدولة المصرية؟ الشروط اللي هي الخاصة بيك أن أنت يعني كمقيم في الخارج لابد أن تنطبق على أولادك وزوجتك، أن هو يكون طبعا بلغ 16 عام، بالإضافة طبعا عملية الإقامة يعني السارية. حضرتك تستطيع أن أنت تستبدل السيارة في أي وقت من الأوقات حتى يعني عملية يعني قبل الشحن. ده شيء مهم جدا، ويمكن الفيديو اللي هو يعني نشره مجلس الوزراء يعني شرح يعني أشياء كثيرة من هذا. هل حضرتك كنت تتوقع إقبال أكثر من هذا؟ يعني احنا شايفين هناك اقبال كبير يا استاذ ألفت، يعني لما بيكون هناك يعني خلال ال 48 ساعه لما بيكون هناك 10,000 حساب ده ممكن ينزل اسعار السيارات في مصر؟ ده بقى ده السؤال. يعني فكره ان انا خلاص احنا عندنا دايما مشكله ان احنا اعلى تقريبا اسعار سيارات في المنطقه، فبالتالي بقى وبعد الازمه الاقتصاديه بقى في ركود في اسعار السيارات، بعد كده هتجيني دلوقتي 10,000 سياره من الخارج وقابلين للزياده كمان الفتره الجايه، هل ده ممكن ينزل من أسعار السيارات داخل مصر؟ نعم بالفعل، يعني شايفين خلال اليومين بس 48 ساعة تم فتح حساب 10,000 يعني حساب على المنصة الرقمية. احنا أمامنا لغاية يوم 14 مارس يعني عام 2023 المواطن اللي هو موجود في الخارج يستطيع ان هو يعمل يعني حساب يعني رقمي. هو بالفعل زي ما حضرتك تفضلت هذا الرقم طبعا والأرقام اللي هو بيتم فتح حساباتها خلال الفترة الوجيزة المقبلة، وعملية الاستيراد اللي هي بتشتغل إن شاء الله هتنزل يعني الأسعار الموجودة على أرض الدولة المصرية، ولكن الدولة المصرية وكحكومة حريصة كل الحرص على المصنعين وأصحاب الشركات الموجودين في الخارج، ولذلك حددت المدة اللي هي 4 يعني شهور على أساس أنه هو يعني أول شيء هي بتقدم تيسيرات للمصريين الموجودين في الخارج، وكذلك بتحافظ على يعني طيب خليني أقول لحضرتك نقطة من النقاط اللي أنا جات لي بعد ما يعني قلت أنا هتكلم على الموضوع، وهي أن مطلوب التحويل ده يكون من رصيد الشخص في الخارج للداخل، تمام؟ نعم. عفوا، بعض المصريين كانوا بيتحولوا فلوسهم طول السنين اللي هم فيها أول بأول لأسرهم لبلدهم كده، فبالتالي الحساب صفر، فدول موقفهم إيه؟ هل ممكن يثبتوا مثلا التحويلات بتاعتهم اللي تمت؟ إيه اللي ممكن يحصل عشان يستفيدوا بنفس الميزة؟ لأن هم أصلا سبقوا، هم محولين فلوسهم اوريدي داخل مصر طوال سنوات عملهم في الخارج، وده كتير من الاسر المصريه بتعمل كده. بالاضافه حتى فتح الحساب برضه لابد ان يكون هو يسبقه حوالي 3 شهور ووجود يعني المبلغ موجود يعني موجود في هذا الحساب حتى لا يتم التلاعب. ويمكن شاهدنا خلال الايام القليله الماضيه عدد من مثل هذه يعني الاستفسارات اللي هي طبعا حضرتك يعني بتتحدث عن نبض الشارع وكل الحديثة التي قيلت في هذا الامر، ولكن يعني قرار مجلس الوزراء كان صريح يعني صراحه حتى لا يتم يعني التلاعب. يعني كل القرار بيبقى فيها جزء كده فعلا بيصيب البعض، هم يعني مش قاصد انه يصيبهم، لكن ده حال القرارات دي يعني النوع ده من القرارات. وهو يعني طبعا بيقدم مثل هذه التيسيرات والتسهيلات الموجودين في الخارج، وحتى لا يكون هناك تلاعب، ممكن يحدث مني انا تلاعب يعني مثل هذا الامر، ولكن كحكومه مصريه يعني حسمت هذا الامر من اجل تقديم تيسيرات للمصريين في الخارج، وكل هذه التيسيرات وما لذلك يعني واحنا شايفين مثل هذه التيسيرات طبعا لصالح المصنعين لصالح الدولة المصرية ولصالح على الفكرة المقيمين في الخارج. طبعا مؤكد السفارات عليها دور، وزارة الهجرة وشؤون المصريين صحيح بالخارج عليها دور، ويمكن الفيديو اللي هو نشره مجلس الوزراء مع المصريين في الخارج اللي تمت واللي عملت حقيقي السنوات الأخيرة تم ربط المصريين في الخارج بمصر بشكل قوي جدا من خلال وزارة الهجرة من خلال بعض الأنشطة، فكرة ان هم يكونوا موجودين وحاضرين في كل الفعاليات اللي حصلت بعد ما كانوا
كانوا بيكونوا مستثنين او بيتعاملوا كضيوف، فده شيء هيخليهم حابين ان هم يبقى لهم في مصر اكتر ولديهم انتماء لدى الدوله المصريه. واحنا شايفين يعني حرص السيد الرئيس في كل لقاءات ان هو بيبقى حريص على لقاء الجاليات المصريه الموجوده في الخارج، هو ده. وشفنا عدد كبير منهم من الطيور المهاجره عادوا مره اخرى للدوله المصريه وبيقوموا بعمليات الاستثمار، ان هم شايفين هناك بيئه مواتيه ل يعني للاستثمار في جمهوريه مصر العربيه، وهم عاوزين يبنوا ويساعدوا مع الدوله المصريه والحكومه المصريه في بناء الدوله المصريه، ولذلك الدوله المصريه بتقدم لهم كل هذه التيسيرات. كل الشكر حضرتك استاذ حسن ابو خزيمه الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. اما عن وزاره التضامن الاجتماعي والانشطه الاحدث التي قامت بها السيد نيفين القباج كذلك قطاع الوزاره المختلف خلال الفتره من 11 ل 18 نوفمبر، خلينا نطلع نشوف ونرجع نكمل مع حضرتك. تعرف ايه عن استيراد سيارات المصريين بالخارج؟ رئيس الوزراء أصدر قرار بالقواعد المنفذة لقانون 161 لسنة 22. القانون ده منح المصريين اللي عندهم إقامة قانونية سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم بشرط تحويل قيمة الضرائب والرسوم من الخارج بالدولار، والفلوس دي بيتم استردادها بالجنيه المصري بعد 5 سنوات بنفس سعر الصرف المصري. ناخد مع حضراتكم خبر عاجل واشتباكات عنيفة مع داعش في القنطرة شرق. دارت منذ فجر اليوم السبت والساعات طويلة أعنف الاشتباكات بين مجموعات ولاية سيناء وداعش وقوات الجيش المصري في القنطرة شرق المحمية لقناة السويس. الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن استشهاد 5 جنود و2 من الضباط من الجيش، وجرى تدمير مبنى في مدرسة الصنايع بعد تحصين مجموعة من داعش داخل المدرسة، ما اضطر قوات الجيش إلى قصفها بالصواريخ، كما تم تدمير وجهة جامعة سيناء في المنطقة، وهو يمكن ما يؤكد عن عنف هذه الاشتباكات.
وأن الهجوم الإرهابي كان معدا بشكل جيد وشاركت به مجموعات كبيرة ذات خطورة أنه يقترب أكثر من قناة السويس وأنه الأعنف في الفترة الأخيرة. وتداول سكان المنطقة عدة صور التقطوها للجانب من الاشتباكات والمباني والمبنى مدرسة الصناعة والجامعة اللي هي جامعة سيناء التي تقدمت ولم يصدر إلى الآن أي بيان رسمي لا عن داعش ولا عن الجيش المصري. ننعي شهداء الوطن وندعم قواتنا المسلحة ونصلي لسلام وأمن وطننا مصر ونقف خلف قيادتنا ورئيسنا. ربنا يرحم الشهداء ويرحمنا من هذه الاشتباكات أو هذه الهجمات العنيفة تجاه مصر سواء على الأرض أو من خلال السوشيال ميديا أو من خلال ما يدور من مكائد على مصر. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرتنا الحوارية واللي بتتكلم عن ختام كوب 27 واللي كانت في شرم الشيخ. برحب بحضراتكم وخلينا مع بعض نتطرق لبانوراما شاملة عن قمة المناخ سواء التوصيات أو الاتفاقات أو المكاسب اللي حصلنا عليها خلال هذه الفترة. خلينا أكون منطقية، أنا كمان كمصرية أيا كان من حق أشوف المكاسب اللي حصلت عليها مصر. هنتوقف أمام الكثير منذ بداية وانطلاق كوب 27 من شرم الشيخ إلى النهاية اليوم والختام واللي كان مشرف حتى بإشادة الحضور والمنظمين بالتنظيم لأبنائنا من شباب المؤتمر الرئاسي. خلينا نعرف أكتر عن ما حدث وعن أهمية التوصيات اللي حصلت ونشوف مع دكتور مهندس عادل بشارة خبير الطاقة المستدامة وتغيير المناخ. مساء الخير دكتور. مساء الخير يا مدام ألفة. برحب بحضرتك وقول لي رأي حضرتك واحتفائك بفعالية كوب 27 اللي كانت في مصر وتقييمك ليها منذ اليوم الأول إلى ختام اليوم. أولا مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. منورنا يا دكتور. ربنا يخليك يا فندم ويخليني أشارك حضرتك في نعي الضحايا والشهداء بتوعنا بتوع القوات المسلحة المصرية اللي بتدافع عن أرض الوطن وبتدافع عن القيم المصرية الأصيلة اللي هؤلاء المارقين بيحاولوا يفرضوها علينا بطريقتهم الخاصة في أرض سيناء الطاهرة اللي استقبلت الكثير من الأنبياء وأيضا اللي مر فيها السيد المسيح رايح وهو داخل مصر وخارج مصر. الجيش المصري بيقوم بطولة وبيسطر الحقيقة صفحات في تاريخ مصر اللي احنا بنحاول نرجع مصر كما كانت وان شاء الله بالجمهوريه الجديده وبقياده الرئيس السيسي ودعمه ودعمنا كلنا للقوات المسلحه ان شاء الله هذا الارهاب هيندحر وترجع مصر زي ما كانت. خليني ارجع مع حضرتك لقمه المناخ وما فيش شك انه يعني انا مش عارف اربط الحدث بتاع النهارده بالنجاح الباهر لقمة المناخ واستكثار هذه القلة المارقة ومن وراءهم هذا العرس اللي عاشته مصر وعاشه العالم من 6 إلى 18 نوفمبر على أرض شرم الشيخ الخضرة اللي كانت بمثابة أيقونة العالم كله كان بيبص لها، ملايين البشر كانت أذانها وأعينها ومخها كله متجه نحو شرم الشيخ ونحو ما قامت به مصر من إثارة مواضيع ووضع جدول للفعاليات
يهم الجميع بجميع فئات البشر على مستوى الكرة الأرضية، سواء الدول المتقدمة الصناعية اللي تاريخياً خدت راحتها قوي في تلويث المناخ دون قصد منها، ما كانش حد مهتم لسه بمسألة الثورة الصناعية واستهلاك البترول والماكينات واختراع اللي احنا بنسميه أجهزة الاحتراق الداخلي أو محركات الاحتراق الداخلي اللي دورت كل حاجة من طيارة لحد مكنة الري البسيطة اللي عند الفلاح المصري البسيط على الترعة من الترعة. الثلاجات كل اللي عندنا، كل هذه الأجهزة المنزلية أعتقد ما أنا لسه جاية حضرتك بقى بالضبط يا فن، كل هذه المحركات اللي بقى منها كمان أيضا ما يلزم لحياة الإنسان، سواء للمية اللي بنشربها اللي محتاجة نوع من التنقية أو التحلية، أو الأكل اللي بناكله أيا كان نوع هذا الأكل، كل ده داخل فيه طاقة علشان النشاط الاقتصادي يتم. احنا بنقول الطاقة هي المحرك الرئيسي للتنمية. حضراتكم النهاردة لما النور بيقطع نص ساعة كلنا بنصوت، إذن أصبحنا معتمدين كليا على الطاقة. الطاقة يعني إيه؟ طاقة يعني أنا باجي أخد وقود، الوقود ده بقى أحرقه في غلاية، الغلاية بتطلع بخار، البخار بدخله على تربينة بخارية، التربينة البخارية بتدور بتشغل مولد كهربي، المولد الكهربي بيطلع كهرباء، برفع جهد هذه الكهرباء إلى جهود عالية علشان أقدر أنقلها من المسافات الكبيرة اللي داخل مصر كلها للشبكة الكهربية الموحدة، وبعدين أنقلها وبعدين أنزل هذا الجهد إلى جهد الاستخدام، سواء في المصانع عند الجهود المتوسطة أو في البيت عند جهد 380 و220 اللي احنا بنحط التلاجة بتاعتنا أو الكاتل بتاعنا أو اللمبة اللي بدوس على الزرار عشان نورها. سلسلة طويلة جدا 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 من العمليات بتبتدي بأن أنا بحرق وقود، والوقود ده هو اللي بيطلع ثاني أكسيد الكربون اللي عمل لنا غلالة حوالين الكرة الأرضية، بقت الكرة الأرضية عاملة زي الصوبة الزراعية أو الصوبة الزجاجية اللي احنا كلنا واحنا ماشيين في الأرياف بنشوفها، بلاستيك شفاف الشمس تضرب فيها من بره يدخل الحرارة جوه الصوبة، تتحبس الحرارة لأنها بتتحول إلى طاقة، الإشعاع بتاعها ما يعرفش ينفذ من البلاستيك لبره وبالتالي بتسخن جوه، وده ساعد الدول الباردة إنها تزرع محاصيل بتاعت صيف في فترات الشتاء عن طريق الصوبات اللي بجزء منها بيدفع من الشمس وجزء آخر بندفيه تدفئة صناعية. تحولت الكرة الأرضية إلى مثل هذه الصوبة اللي بدأت الطاقة الشمسية لما تخش تتحبس فترفع من درجة حرارة الأرض. دكتور إيه المشكلة دي؟ 27 لفت نظر المواطن المصري لخطورة قضايا المناخ؟ ما هو ده بقى اللي أنا يعني أنا بحاول أحكي الكلام ده ليه؟ علشان أصل إلى أنه المواطن هو جزء من المشكلة اللي احنا وصلنا لها النهاردة، في أنه بقى في حاجة اسمها تغير مناخ. تغير المناخ هيتأثر، يعني هو ليس ببعيد عن هذا التأثر. هو يا فندم هو مش هيتأثر، هو اوريدي اتأثر. حضرتك النهاردة ما كانش فينا، أنا يمكن عجوز شوية عن حضرتك أو كتير، ما كانش في زمان الفكرة بتاعت إن إحنا كلنا ما نقدرش نعيش في مصر من غير أجهزة تكييف. ده أنا اتعلمت في كراسة العلوم أو الجغرافيا أو whatever، جو دافئ معتدل دافئ شتاء، مش معتدل حار صيفا، دافئ مش عارف إيه شتاء. يعني عايز أقول لا كنا بنسمع عن دفايات كهرباء في بيوتنا ولا كنا بنسمع عن أجهزة التكييف، كان بيحط مروحة سقف وكنا عايشين
الشعرين بأي حرارة، لأنه ما كانش فيه هناك موجات الحرارة وموجات البرد اللي احنا بنشوفها دلوقتي. حضرتك احنا لسه كنا بنسمع من 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 كام يوم سيول في الكويت والدول الجزيرة العربية دي والخليج، دول قاحلة. أظن شفنا كل اللي حصل في باكستان من شهور قليلة، تلت باكستان غرق، نشوف بقى كم واحد مات، ونشوف كم بيت دمر، ونشوف كم أسرة تهجرت، ونشوف الخسائر البشرية والخسائر المادية اللي غير قابلة للتعويض. يعني لما ابتدى المواطن يشوف ده وإحنا كمان نعيشه، إحنا كلنا عمالين دلوقتي نشعر بإنه أنا حدي مثال صغير جدا، لما الحرارة في الصيف بتزيد زرع الطماطم على سبيل المثال بيتحرق، ما بينتجش. إحنا بنقول على الطماطم مجنونة، هي مش مجنونة، هي بتتأثر بالحرارة بشدة، فبالتالي ممكن لمنتج. يهلك المحصول كل مرة واحدة في ارتفاع درجة الحرارة. بالظبط يا فندم. إذن لما أقول إن المواطن حيشعر بالتغير المناخ، لأ، المواطن عايش في مشكلة تغير المناخ، لكنه لا يعني توضح له الصورة إن ده هو تأثير تغير المناخ. فأنا بس عايز أقول إنه إحنا بنعيش ده. طيب بنعيشه ووصلنا له ليه؟ يمكن أنا لما بتكلم على مصر وبتكلم على الدول الفقيرة أو بتكلم على أفريقيا، يمكن نسبة الانبعاثات الكربونية اللي عندنا نسبة ضئيلة. مصر بتمثل 0.5% من الانبعاثات في العالم، أفريقيا بتمثل حوالي 3% من الانبعاثات في العالم. بس أنا عايز أقول على حاجة، النهاردة أي مشكلة صغيرة أو أي شوية انبعاثات بيطلعوا بيؤثروا على مستوى العالم كله. يعني التلوث اللي في الدول الصناعية في أمريكا وفي أوروبا نتائجه وصلت لي أنا هنا. كمان الخطورة أيضا إنه إحنا بنسمع النهاردة إن في دول أفريقية كتير عندها جفاف، اللي كانت بتمطر ما بتمطرش ليه؟ لأنه النهاردة هذا الاحترار وأيضا ثقب الأوزون وخلافه، يعني اللي عمل لخبطة في الطبيعة وعدم توازن، خلى المناطق اللي فيها هواء وسحب ممطرة تتحرك من أماكنها الغير الطبيعية المعتادة في دوراتها. لما كانت الأرض مستقرة ومفيش عدم توازن في الطبيعة، إلى مناطق جديدة وأيضا غير معروفة، يعني مفيش، العلم مش قادر يحاول يستنتجها. أنا آسف في المقدمة الطويلة دي. لا يا دكتور عادل، بس هي الفكرة أن أنا يعني ده عايزني أخد المواطن بقى من وهو صغير، من وهو لسه ناشئ. يعني مثلا دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عمل خطوة عظيمة أو لسه هيعمل خطوة عظيمة، وهي تم تدريب 350 ألف معلم ومدير مدرسة على مستوى وزارة التربية والتعليم على دمج قضايا التغيير المناخي في المناهج الدراسية. فكرة ان انا ابدأ بالولد الصغير، يعني دي فكرة انا شايفة انها عظيمة جدا. طبعا احنا عايزين ناخد يعني خطوات اسرع من احنا نستنى الصغيرين دول لما يكبروا، لكن فكرة ان تأتي متأخرا افضل من لا تأتي، وان انا يبقى عندي مساحة ان انا بزرع في الولد الصغير اهمية قضايا المناخ دي، اعتقد خطوة ايجابية جدا وعملية من وزير التربية والتعليم. هاخد اجابة حضرتك على هذه الخطوة، ولكن اسمح لي فاصل اعلاني وهنرجع نكمل مع حضرتك ومشاهدينا. برحب بحضراتكم وعيد الترحيب بضيفنا عبر زوم دكتور مهندس عادل بشارة، خبير الطاقة المستدامة وتغيير المناخ. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. خلينا نستفيد بالوقت بسرعة واسمع رأي حضرتك في هذا القرار لوزير التربية والتعليم عن أن يكون في تدريب للموجهين عشان يرجعوا يضيفوا قضايا المناخ للطلبة في المناهج. الحقيقة ده توجه محمود جدا من السيد الوزير، وأنا أعتقد أنه ضروري ولازم، لأنه التعليم في الصغر زي النقش على الحجر زي ما بنقول، وده مهم جدا دلوقتي أنه المواطن يطلع من صغره فاهم أنه، لأنه يا فندم الحقيقة لو استمر الحال على ما هو عليه
الكون إلى دمار واختفاء. معلش يعني سامحوني في الكلام القاسي، لكن هذا هو الواقع، وأنا أعتقد أنه مش أنا اللي بقول كده، لا ده سكرتير عام الأمم المتحدة في الجلسة الافتتاحية قال الكلمتين دول. إن استمر الحال والمماطلة في الوفاء بالتعهدات اللي بتطلع من الدول المختلفة في اجتماعات المناخ السنوية، قمة المناخ السنوية، إذن هذه الأرض إلى فناء. طيب إذا كنا كلنا شعرنا بالمسؤولية فلازم كلنا يبقى لينا دور، وأنا عمر ما هيبقى ليا دور إلا إذا تعلمت أقوم بدوري إزاي. ومن هنا هذه المبادرة من وزارة التعليم والتربية والتعليم المصرية هي مبادرة محمودة جدا جدا، ومطلوب أن إحنا جميعا نساندها، ليس فقط بأن الموجهين ياخدوا شوية معلومات، لكن على كل الشركات اللي تقدر تساعد في نماذج عملية تعليمية وتعمل زيارات للمدارس سواء الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي، وتوريهم أمثلة حية لمخاطر، وفي في شباب وفي ستارت أبس دلوقتي وفي جامعات أهلية وفي كل حاجة، وأعتقد شفنا الزخم اللي كان موجود في شرم الشيخ. لازم ده يا فندم يستمر، ونخلي كوب 27 هو قمة مناخ مستمرة في مصر، لأنه إحنا كلنا علينا دور، لأن إحنا رواد في المنطقة العربية، رواد في شمال أفريقيا، رواد لأفريقيا، وده ظهر جليا في كل البيانات وكل المبادرات اللي تمت في قمة المناخ في شرم الشيخ الأخيرة. لأنه أول حاجة، وده كلام جميل جدا جدا، إنه حصل اتفاق على أن يقام في القاهرة مركز أنا بسميه إشعاع علمي تقني تكنولوجي في مجال الطاقة المستدامة وترشيد الطاقة والطاقة الخضراء، يقام في القاهرة، لكن ينشر كل علمه وكل الخبرة اللي عنده لأفريقيا. بالضبط كده. ده يا فندم معناه إيه؟ معناه إن أنا الكوادر اللي عندي والمشروعات اللي عندي اللي اكتسبنا منها خبرة لازم أوصلها للدول الأخرى الجيراني في أفريقيا اللي أنا بعرف أكلمهم بسهولة. وده بيزيد تأثيرك في وقت أنت محتاج فيه لأفريقيا، وأفريقيا كمان محتاجة مصر. بالضبط. يعني القضايا بتاعتنا اللي مع بعض الدول الأفريقية أو خلافه، لما يلاقوا إن المصريين بيقدموا بكل حب خبرتهم وبيقدموا إيديهم لتتمد لمساعدة بقية الدول الأفريقية، ده معناه إنه في تراحم ما بيننا كجيران وكمواطنين أفريقيين نعيش مع بعض. وإحنا معلش يعني هنبقى أكفأ وأقرب لإخواننا الأفريقيين من إنه يجيله واحد من أوروبا أو من أمريكا أو من الغرب أو صيني أو روسي علشان يعلمه إزاي، أو يساعده إزاي يوفر مية، إزاي يزرع، إزاي يقدر يوفر الأكل. لأنه النهاردة أفريقيا فيها مشكلة عظيمة جدا من ناحية توفر الطاقة وتوفر المية، والنهاردة كمان أحد الحاجات، المواضيع كلها داخلة في بعضها يا مدام ألفت، أحد الحاجات اللي ذكرت، ومش ذكرت بس، ده تحط لها فلوس من أمريكا ومن ألمانيا ومن من بريطانيا ودول أخرى، اللي هي العلاقة اللي سميناها العلاقة المتبادلة ما بين الغذاء الأول الماء والغذاء والطاقة، اللي بيسموه Water Food Energy Nexus. كلمة نكسس باللغة الإنجليزية هو الاعتماد المتبادل لشيء على شيء. المية معتمدة على الطاقة، والطاقة معتمدة على المية، الزرع معتمد على المية أو معتمد على الطاقة، والطاقة أيضا معتمدة على الزرع. أنا باخد الأشجار اللي بتنشف وكلام من ده بحرقها أطلع منها طاقة، وأيضا الطاقة بتطلع لي المية أو بتدفي الزرع عشان ينمو. إذن بقى فيه علاقة متبادلة. ومن هنا أفريقيا أيضا اتحط هذا الأساس النهاردة في مبادرة من المبادرات اللي مهمة جدا، وهو إيضاح العلاقة المتبادلة ما بين الغذاء، ما بين الماء والغذاء والطاقة. وأيضا في أفريقيا، والحقيقة الأمريكان حطوا مبلغ مهم قوي، 500 مليون دولار في المساندة للمبادرة دي، كان ده أقل من المفروض والمتوقع والمطلوب أيضا. خليني بس أقول على حاجة،
لأنه الحقيقة الدول اللي هي الغنية اللي لوثت، إحنا خلاص أقنعناها بأنه من لوث عليه أن يدفع، مش يدفع غرامة، الله ينور على حضرتك، عليه أن يدفع لإصلاح ما تسبب في تدميره دون قصد. ما كانش حد متصور أبداً أن الثورة الصناعية دي هتبهدل الدنيا بالطريقة دي كده، كويس؟ ليه؟ لأنه هو ما كانش فيه، خلينا أقول، العلم اللي يوضح. يا فندم، إحنا أول مرة انعقد مؤتمر في ريو دي جانيرو سنة 1992 وقلنا حاجة اسمها قمة المناخ والطاقة المستدامة والتنمية المستدامة، الناس كانت بتضحك علينا، يقول لك انتوا فاضيين يا اخوانا، انتوا قاعدين بس كده في المكاتب والتكييفات وقاعدين تألفوا لنا كلام، مناخ احنا مش لاقيين ناكل. صحيح، ده كنا بنسمعه. انا عايز اقول لحضرتك والى حلقتنا اليوم في ختام دوره من اهم الدورات لهذه القمه، ما زلنا نسمع هذا الكلام. حضرتك لو في رساله اخيره تحب توجهها لمين وتقول ايه في ختام حلقتنا النهارده عن كوب 27 واهميتها انها تقام في مصر واهميه انها تقام ايضا لحل قضايا المناخ بشكل عام؟ بص حضرتك، انا طبعا الاول بوجه رساله للشباب الجميل المصري اللي كان الحقيقة ما بينامش، وكانوا منظمين، وأنا يعني كان ليا أصدقاء كثيرين، أنا لم يعني تسعفني ظروفي وبعض الارتباطات الأخرى إن أنا أروح بنفسي، لكن أنا كنت على تواصل مع زملاء أجانب وبعض التلفزيونات وكله، وقد إيه شكروا في التنظيم. التنظيم هو أيضا جهد الوزارات كلها، لكن اللي قام بمين يا فندم؟ شبابنا اللي احنا عمالين نقول دول ضايعين، دول بيعوزوا طول الوقت على القهاوي، دول مش فاضيين غير للتلفزيونات والسوري للموبايلات والمش عارف الايه. لا يا فندم، الشباب لما بيلاقي هدف ويلاقي رعاية، الشبابنا شباب مبدع وشباب يليق بمصر. فأنا أول حاجة بشكر هؤلاء الشباب اللي ما ناموش واللي شرفونا واللي خلوا صورة مصر في العالم كله هي صورة مشرفة جدا. بقى عندنا خبرة في تنظيم المؤتمرات، يعني كان عندنا أكثر من مؤتمر دولي ناجح تقريبا بنفس حجم، بس يمكن مش بعدد الحضور لكن بهذا القدر من الأهمية. يعني ما فيش شك. الرسالة الثانية بوجهها إلى المواطن المصري العادي، أنا مش حصلنا في المصريين لأن إحنا كلنا مصريين، لكن بوجه رسالتي للمواطن المصري العادي. إحنا يا جماعة كلنا قدرنا واحد، كلنا في مركب واحد، لو إحنا ما ساهمناش بالقدر المطلوب مننا في الحد من انبعاثات الغازات بأن إحنا نرشد كل استهلاكنا سواء كهرباء سواء مية سواء أكل سواء لبس سواء شرب، كل حاجة نرشدها، لأن ده في النهاية هو اقتصاد بيكلف طاقة والطاقة بتلوث، فاحنا عايزين نقلل من التلوث. نمرة 2، يا مواطن يا مصري، النهاردة بقى في حاجة اسمها سخانات شمسية، بدل ما انت عمال تسخن بالكهرباء او بالغاز في سخانات شمسية وفي تمويل، والسخانات الشمسية النهاردة ارخص كتير من استهلاكك للكهرباء لانك لا تشعر بيه، الفاتورة مش متفصلة جزء بتاع سخان المية وجزء بتاع الباقي، لا احنا بندفع الفاتورة على بعضها فمش عارفين، لكن لما بندقق معاك في التفاصيل اللي بتصرفه وبتستهلكه يا اخواننا، النهارده بقى في امكانيه استخدام الطاقه المتجدده اللي الكل عمال ينادي بيها على مستوى المواطن، المزارعين النهارده كل الطرمبات اللي في الصعيد واللي في المناطق الصحراويه كلها بتشتغل بالطاقه الشمسيه، نقدر نحول النهارده بنك البنوك كلها بتدي قروض ميسره جدا 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 لعمل كل مشروعات الطاقه المتجدده، انك تركب طاقه، تركب حتى كهرباء في بيتك او في مصنعك. اذا كل المواطنين المصريين مدعوين ان هم اسالوا يا جماعه على التمويل المتاح لكل مشروعات الطاقه المتجدده. ايضا الرساله الثالثه نخليها الاخيره يا دكتور بعد المواطن والاخيره هي للحقيقه للساده الوزراء والسادة رؤساء الهيئات اللي شرفونا واللي طلع من عندهم ومن بنات أفكارهم مبادرات، ياريت يكون عندنا
آلية للتنفيذ لمتابعة ما قيل وتنفيذه، وأيضا إشراك كل من يستطيع أن يساعد بمد إيده أن إحنا نستمر بهذا الزخم للسنة اللي جاية، ونعرض في كوب اللي جاي نتائج ما قدمته أو ما عرضته مصر وما حققته مصر مع الدول الأخرى، علشان يبقى إحنا ما قلناش كلام لكن وفينا بيه أيضا. دكتور عادل شرفتنا ونورتنا، وبشكر حضرتك على كل هذه النقاط الواضحة المبسطة جدا. كل الشكر لحضرتك على هذا الحوار الهام. بشكرك دكتور عادل بشارة خبير الطاقة المستدامة وتغيير المناخ، كل الشكر لحضرتك، وأيضا الشكر موصول لحضراتكم على متابعتكم. بشكركم جدا، وغدا حلقة جديدة من مساء الخير. تصبحوا على كل خير.